السلام عليكم. بذكر لكم قصة جميلة جدا ذكرها الشيخ عبد الله النوري رحمة الله عليه في كتابه من غريب ما سألوني. والله هذا اللي فعلا يستاهل الدعاية رحمة الله عليه. ذاكر قصة غريبة، يقول كان في رجل من أهل الفاو عراقي وعنده عيال اثنين فقط أعمارهم في العشرينات، واحد فيهم متزوج. المهم هذا الكبير اللي متزوج طلبوه في سنة 74 للتجنيد، وكانت أيامها عندهم حرب يسمونها حرب الأكراد، هذه كانت الحرب الثانية عندهم أعتقد في سنة 70 أو 71 حرب، والثانية في 74 و75 طبعا بين الأكراد وبين الحكومة العراقية. الظهر أنه كانوا بينفصلون وكذا وما نجحوا في الموضوع في هالسنة هذه 54. المهم الولد هذا ودع أهله وراح للتجنيد ويودونه للشمال صوب الأكراد. بعد سنة وينفقد الولد، يدورون عليه، سجلوه من ضمن القتلى، خلاص مفقود وما له أي أثر، واعلنوا أنه يبقى باعتباره شهيد. الأبو حزن على ولده وقعد له كذلك سنة كاملة وهو يحاول يتأكد وكذا. خلاص سنة بعد الحرب وما جاء، لا خلاص الله يرحمه. فقال حق ولده الثاني، قال له يا ولدي أخوك الله يرحمه يعني ترك زوجه وعنده عيال وأنا ما بيهم يروحون بعيد، وانت أخوه ليش ما تتزوج يعني أرملة أخوك وتربي عيال أخوك؟ قال له يا يبا حاضر، معني أنا والله يا يبا ما ودي وكذا، لكن أنا يعني علشان عيال أخوي بربيهم. قال له جزاك الله خير، وفعلا تزوج الولد وعاش حياة طبيعية وزوجته وهذول عيال أخوه قاعد يربيهم وخلاص يعني تأقلموا في الحياة. بعد سنة ويطق عليهم الباب، يضرب الباب واحد بنص الليل منتصف الليل، يوم افتحوا الباب ولا هذا ولدهم المفقود. هم مبسوطين ان شافوه وحزنانين على اللي صار، شلون الحين يقولوا له ان زوجتك وعيالك الحين عند اخوك شلون؟ طبعا الاب يحضن في ولده والام تبكي والاخو انصدم، الاخو الثاني انصدم، سلم على اخوه ووجهه صار اصفر. المهم استقبلوه ودخلوا وين كنت وكذا وقاعد يشرح لهم، والأخو الأصغر منه هذا ولا كلمة ولا كلمة، صارت في حالة نفسية. الحين شلون أقول حق أخوي؟ هو حزين على أخوه اللي انفقد واستانس إن أخوه رد، لكن الحين شلون يقول لأخوه إن أنا تزوجت زوجتك؟ شلون يواجهه؟ حتى الأب والأم يعني انتبهوا على ولدهم الثاني المقيم، يعني شافوه يعني ساكت وبدأ يعرق ووجهه صار أصفر، قالوا له ايش فيك ما تتكلم وكذا. هم عارفين انه هو كذلك محرج، شلون يقول لأخوه يعني، لكن كذلك وجهه صار مو طبيعي، ايش فيكم ايش فيكم كذا. شوي أو يغمى عليه الولد، أغمى عليه أخوه هذا اللي توه جاي من السفر، انصدم ايش فيه أخوي طاح، ويروح له ويحاول يصحي يصحي يصحي، ولا متوفي الله يرحمه. من الصدمة توفى، من الإحراج، من الموقف ما تحمل إنه يكسر بأخوه المسكين اللي كان أسير، وإنه لما رد لقى أن أخوه ماخذ زوجته، شلون يقول له مسكين؟ صحيح أنه مو ذنبه، لكن
ما تقبل الموقف مات. هذا المسكين يعني ما عندهم إلا هالاثنين الإخوان، وهذول كانوا أقرب شخصين جنب بعض، يعني أكثر واحد حزن على الأسير هذا اللي هو أخوه، وأكثر شخص يفكر بأخوه الأسير اللي هو الأسير يفكر بأخوه أكثر شيء، أخوي شلون صار وين راح وكذا، هل أني ممكن يوم من الأيام أني راح أرجع البيت وأشوف أخوي. يحب أخوه بشكل مو طبيعي. لما مات أخوه قدامه وهذا متغربة حين صار له سنتين ثلاث مسجون، وأول ما يوصل أخوه يموت قدام عينه، ما تحمل وفاة أخوه ويتوفى فوقه. أنا لما القصة ذاكرها الشيخ عبد الله النوري، وهو من الثقات والمعروفين جدا كشيوخ دين عندنا في الكويت، ومن الناس اللي يعني ما عليهم أي غبار، كان أنا ما صدقت السالفة. ماتوا الإخوان اثنين مع بعض، المقيم واللي رد من الأسر. الأب انهار والأم انهارت والزوجة قعدت تبكي بكي. الحين الزوجة سوت حداد مرتين، مرة على الأول والحين على الثاني، ترملت، العيال صاروا يتامى، الأب والأم خلاص عيال ما عندهم. يعني فاجعة صراحة، شيء سبحانك ربي، هالبشر شلون التعلق ببعض لهالدرجة انه يموت لانه شاف اخوه مات. مالكم بالطويلة. الشيخ يعلق على القصة يقول الحين الحداد، الزوجة تسوي حداد على منو؟ على الاول ولا على الثاني؟ طبعا على الثاني، لانها هي الان تعتبر زوجة الثاني، مو زوجة الأول اللي سوت له حداد أصلا من زمان وخلاص. ولو إنهم عايشين اثنيناتهم فهي تبقى إنها زوجة الثاني، لكن الخيار يكون بإيد الأول. لو إنهم عايشين اثنيناتهم مثلا ورجع من الأسر ولقى أخوه متزوج زوجته، هذا الأسير له خيار، إما إنه يخلي زوجته على ذمة أخوه خلاص ويرضى بالأمر الواقع، أو إنه يرفض فيتم تطليقها وتاخذ العدة وبعدين ترجع على ذمته. هذه القصة خفيفة أقولها لكم قبل القصة الدسمة إن شاء الله بعد قليل. فمان الله، مع السلامة.